يمكن لو نشوف يمكن الأعمال السورية بصفة عامة هذا الموسم الرمضاني رجعته بقوة وترند أيضا. هذه الشخصية ما الذي شدك فيها؟ وبصفة عامة إيش هي المعايير اللي تستند عليها في اختيار أدوارك؟ أنا بالنسبة لي خاصة هاي الأدوار اللي هي مؤثرة بالمجتمع، يعني هي صاحب منصب بيكون وهو قدوة يعتبر لمجتمع جديد، فأنا بالنسبة لي هي كتير بيعطيني الواحد فيها بتقديمها الطريقة، لأنه راح تكون عبرة للشباب الجديد ولهذا الجيل اللي للأسف عم يركض وراء الترند أحياناً وراء الأشياء اللي علاقة بالسوشيال ميديا والأشياء اللي هي وهمية لا تدوم، ولكن الأخلاق اللي تدوم، المبادئ اللي بتدوم، القانون اللي بيدوم فوق الكل. شخصية فارس الشامي أنا بالنسبة لي من أصعب الشخصيات، لأنه هو في صراع داخلي ما بين لبرا كل الوقت، هذا الصراع موجود بينه وبين حاله، ما بين بنته وما بين زوجته وما بين أم بنته اللي كانت مسجونة بمعتقل وطلعت بعد 9 سنوات وهو ما بيعرف. نعم. فهي هذا التخبط الداخلي، وهو كقاضي يعني هو يعني يعتبر قدوة للمجتمع، ما لازم يكون يفلت منه أي شيء، فكان صعب ضبط الأحاسيس الداخلية جواته ليوصل لمرحلة أنه فعلاً هو يدافع عن القانون شو ما كلفه الموضوع، يكون واصل لمرحلة أنه يقول لا الصح صح والغلط غلط. فصار في صراع بينه وبين حاله، هو ما بين نفسه وما بين مصالحه، ما بين شغله وما بين المجتمع، ما بين عيلته وما بين القوانين اللي هو عم مشتغل عليها. فبالنسبة لي كان كتير صعب هذا البناء الداخلي للشخصية وهذا شيء أكيد ما هو سهل.